بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. راح نقوم بتحضير صوص الكراميل اللي نحتاجها بكثرة في الحلويات نتاعنا، نحضرها بالبيت يعني بلا ما نضطروا إلى شرائها. راح نحتاج كأس من السكر، راح نحوله إلى كراميل يعني بلا ما نحرقوه. من يدوب تماما يعني بالتحريك، يعني نحركه فقط الطاوة ساعة ساعة، من يدوب راح نضيف له ملعقة من الزبدة كما راكم تلاحظوا في الصورة. نسيو ندوبوا هذا الزبدة مع هذا الكراميل جيدا. ندوا فيغ اتونسيون لاخاطش هنايا يمكن هذا الكراميل يحرق الى درجة ثانية، يعني نديروه وحنا نكونوا يعني مركزين. راح نضيف له كاس من الحليب يكون دافئ. هنايا راح السكر يتماسك يعني ما تخافوش، بالتحريك المستمر راح كامل يذوب في هذا الحليب. وفي الاخير نحتاج الى تحضير ملعقه يعني كنا نتاع مايزينا، يعني ندوبها في ملعقه من الحليب. مايزينا كومون نابل مايزينا، نشاء الذره يعني يعرفوا بالعربيه. دونك ندوبوا مايزينا في ملعقه صغيره تاع مايزينا مع ملعقه نتاع حليب، ونضيفوها الى هذا الخليط ونزيدوا نحركوا يعني كي حتى يغلي لنا هذا الكراميل. نخلوها تبرد على جهه ونعملوها في الثلاجه، نغطوها بيان سو. وبعد ما تبرد لنا نقومو يعني نضربوها ولا نستعملو لو بغا ونضربوها مليح، وتكون هكذاك جاهزه للاستعمال. نديروها في الثلاجه بيان سو وتكون جاهزه للاستعمال للحلويات. انا هنا دربتها لا بروميير فوا من بردت لي يعني كنا راهي دافيه، غادي نعاود ندخلها في الفريجيدير. يعني هذه لاستيوس تاعي لي انا نقوم بها، نعاود ندخلها في الفريجيدير ابغي نعاود من تبرد لي مليح نعاود نضربها بوغ اون دوزيام فوا. وكما راكم تلاحظوا نتحصلوا على كراميل تماما بالك احسن من اللي ينباع من برا. ها هي هذه الكراميل نتاعي جاهزه، راح نغطيها وندخلها للثلاجة يعني نستعملها في الحلويات نتاعي. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تعجبكم، وان شاء الله تجربوا صوص كراميل بالبيت. ما بقى لي نقولكم مع السلامه.